شفت لما ايديك يا رانيا المسقعه فظيعه. رانيا خلاص ما بقتش تعرف تفرق بين اكل امك الطعم واكل مراتك المهبب. لا طبعا يا ماما، قصدي تسلم ايديك يا ماما، بس هي طلعت مني رانيا عشان ساعات بتلخبط. امال فين نجلاء امها؟ قافله على نفسها ومش عايزه تخرج من اوضتها. انا كمان مش عايزه اكل، ماليش نفس. بنتي حابسه نفسها في الاوضه واحنا مش عارفين ندخل لها. مش عارفين تدخلوا لها ليه؟ هي اكره الباب بايظه؟ اخشى ما اخشاها ان تكون بتمر بحاله نفسيه حرجه. حاله نفسيه بقى مرت ايه؟ اختك واكله شاربه نايمه شاحنه موبايلها، عندها دي اس ال وبتدفع اشتراك قد كده كل شهر. هو تمرضه وخلاص. الاحتياجات الماديه مش هي كل رغبات الانثى. انثى واحنا ما نعرفش انثى يعني؟ على رايك احنا ما كناش بنات. انتوا يا ماما الجيل الذهبي للنساء. ابوك ما خلاليش حته ذهب واحده. جرى ايه يا ماما؟ ده هم غوشتين بس يا ماما اللي انت مطلعه عيني عشانهم. كل ما تسمع كلمه الذهب تشبط على طول. اقول لك الاهلي خد الميداليات الذهب تقولي الغوشتين بتوعي. اقول لك الفريق بتاع اليد خد البرونزيه، دول خايبين ليه ما خدوش الذهب؟ فين الغوشتين بتوعي؟ اقول لك في فيلم اسمه ذهب مع الريح تقولي ذهب، فين الغوشتين بتوعي؟ يا ماما خلاص انسي الغوشتين دول بقى يا ماما. خلاص مش عايزه منك حاجه، وعلى العموم مفيش حاجه باقيه. ايوه ازيك. اهلا، ازاي؟ هاي عليكم يا جماعه. وعليكم الهاي ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا منى، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبار طنط ايه؟ قولي لي اخبار عمليات التجميل، وشها لسه بيقشر؟ لا هي تمام، بس بعد الشد كده حصلها سايد افكت. سايد افكت، يا الف سلام عليها. ميرسي قوي. عقبال ما تزرع شعر زي كده، ما شاء الله حلوه القصه دي عند انه حلاق. ميرسي. بس هي عقبال ما تزرع شعر يعني فاضلها تقريبا بتاع 10 سنين ولا حاجه. اصل انت مش فاهم يا عادل، طنط مروه عندها خطه دائمه يعني. هي كل سنه سنتين كده بتعمل حاجه. طبعا كل سنه سنتين، مش معقوله تعمل كل حاجه مره واحده. النيو لوك ده لو عملته مره واحده فتحتوا عليها باب الاوضه كده ممكن تتخضوا انتوا مثلا يعني. فعلا. هي نجلاء عامله ايه؟ حالتها بتزداد سوء وشراسه يوم بعد يوم والحمد لله. بقول لك يا منى، يعني هي لو نجلاء مثلا سقطت او جابت ملحق ولا حاجه يا ريت تقولي لنا عشان احنا اللي نلحقها يعني. لا طبعا، يا ريتها جت على المذاكره، نجلاء شاطره جدا. الله، قلقتينا. في ايه يعني مثلا؟ في الكام ولا ايه؟ لا كل حاجه ليها حل ان شاء الله. طب ادخلي لها انت يا حبيبتي، يمكن تفتح لك الباب ده. طب عشان خاطري بقى خدي بقى الاكل ده ودخليه لها، عشان هي جعانانه خالص ومش عايزه تاكل من ايد حد. اهو دلعك، وده هو اللي هيمرعها ويمرعها ويمرحها علينا. اكسر للبت ضلع يطلع لها اتنين. صح يا ماما، اكسر للبت ضلع. انا اكسر لها ضلع، بس برضو ما انا هحتاج انا اللي اصلح الضلع ده وادفع مصاريف كتير. لا بصي منا، خش لها انت ارخص. اوكي. نجله مالك يا نجله؟ فيكي ايه؟ انت اتغيرتي خالص، ما بقيتيش نجله بتاعت زمان. راحت فين روحك؟ فين الجو الكول اللي كنت بتعمليه في قعداتك؟ راحت فين روشانتك يا بنتي؟ انا فرهدت خلاص يا منى، انتهى زمن الروشنه بقى يا منى. انا حاسه ان انا مش انا. يا شيخه قومي بقى ما تقفوريش، دي خطوبه رشا الخميس الجاي، مين هيرقص لها غيرك يا نوجه؟ خطوبه رشا؟ هي اتخطبت لمين؟ لمعتز طبعا، ما كلنا عارفين ان هو معجب بيها من الترم اللي فات. امال هو شال مادتين ليه؟ عشان كان بيلزق جنبها في السكشن وما كانش بيحضر محاضراته. طب قولي لي، هو بوب لسه مقنتم مع نيفو؟ لا بوب خلاص حلق لها من زمان، من ساعه ما عرف علاقتها بتامر. راح عمل ايه بقى؟ صاحب ميسا اخت تامر وضرب الموزتين بحجر واحد. حرام عليكي بقى، هو انا فين من ده كله؟ يا بنتي ما انا بقول لك اهو عشان تيجي بقى معانا وبعزمك. طب انت هتروحي لوحدك؟ لا طبعا، هروح مع ميزو. انت سبتي زيزو؟ زيزو خلاص يا بنتي، ما بقاش زيزو بتاع زمان. ده انا اخر ماتش سكواش حضرته له عمل سكور زباله، واتغلب من ميزو اللي كان معجب بيا. فاكراه اللي كان بيلعب بينج يا بنتي؟ ده اساسا لعب سكواش عشان خاطري انا. كفايه بقى، حرام عليكي. انت ايه جاي عشان تحرقي دمي؟ جاي عماله تقولي لي مين صاحب مين ومين ماشي مع مين ومين عمال بيعكس مين؟ بقول لك يا بنت امشي اطلعي بره، امشي. الله الله الله، برضو عمل نفس الحركة دي. الدبدوب ده عندنا من فترة بس شقي جدا، كل ما بيلاقي عندنا ضيوف يقعد يستهبل كده. وبعدين اليكس عيب كده. منى
طمنيني يا حبيبتي، طمنتي عليها؟ لا 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 لا، دي بجد بجد بقت اوفر جدا، اكتر من اوفر كمان، دي نفسنت على نيفو وشايله من رشا. ايه ده، معقوله هو نيفو ورشا دول جابوا مجموع اكتر منها مثلا؟ لا طبعا، احنا مش بنتنافس في الحاجات التافهه دي. طب قولي لي ارجوكي بليز بليز منى، قولي لي، انا قلقانه جدا على البنوته بتاعتي، في ايه؟ لا طبعا دي اسرار بنات وانا مش هقدر احكيها طبعا. يعني ايه اسرار بنات؟ لا معلش، البيت ده ما فيهوش اي اسرار. لا احنا مفتوحين على بعض يا ماما. لا برضو مش هقدر احكي اي حاجه. طب بصي يا منى، قومي معايا، تعالي معايا جوه على الاوضه، انا عارفه احنا بنات زي بعض، انا عارفه انك انت هتقولي خدوني معاكم خدوني معاكم. ايه ده ايه ده ايه ده، بنات زي بعض ايه؟ انتوا ستات يا ماما، وبعدين رجلي على رجلكم، مفيش اي اسرار في البيت ده، انا مش قاعد هنا طرطور. لا بس انا مش هقدر يعني افتن على اصحابي واقول اي سر من اسرار الشله بتاعتنا بصراحه. يا ستي اعتبريني واحد من الشله يعني. هي بالسهوله دي ان انت تنضم للشله بتاعتنا؟ ايه الشله دي يعني؟ مثلا في كرنهات معينه بتعملوا انترفيو، قصه شعر معينه، لبس معين، اعمل ايه يعني؟ بص يا منى، الاخ عادل هو الاخ الاكبر لينا في البيت هنا، وهو بمثابه عصا السلطه والسيطره، فلازم يبقى على درايه ووعي بكل شيء بيحصل. بس هو ستايله قديم شويه. ده ستايل قديم؟ امال لو لابس لك بنطلون قماش ولا لابس؟ يا ماما لعلمك بقى، انا عندي موبايل بكاميرا بس هو بيشحن جوه، اتحدى لو حد من شلتكم معاه زيه، ومنزل رنات عمرو دياب وتامر حسني وحماقي ولؤي وكله. اوكي كده هتفهم. اوكي يلا بينا. مخبيش عليكم، الوضع بيتدهور يوم بعد يوم. ما تتكلمي على طول، انت كل شويه كده وبتقلقينا اكتر، يعني بتخلي دماغنا تروح في حتت عجيبه. نجله عندها اكتئاب. يو مش هقول، احنا عارفين ان نجلة عندها اكتئابات، من فضلك قوليلنا ايه سبباته. نجلاء مش مرغوب فيها. ازاي يعني مش مرغوب فيها؟ بالعكس، عندها اوضه 5×7 متر معموله ورق حائط ومدهونه بلاستيك وعايشه فيها هي ومامتها بس. يعني انا بتكلم على نجلاء وسط جيلها، وسط الشله بتاعتنا. ليه ليه ليه؟ في حد من الولاد بيضايقها او بيعاكسها؟ ما هي دي المشكله، احنا كبنات بنحس ان احنا بنات لما نلاقي الولاد كده حوالينا بيروشوا، واحنا بقى نقفش ونلوش فيهم كلهم. ايوه بس يعني على فكره انتوا ظالمين الشباب، يعني انا ايام الجامعه كان اي زميله مثلا معايا بقعد اتكلم معاها عادي جدا، هي بتتكلم معايا عادي من غير حساسيه، يعني كان تبقى جو لطيف يعني. عادل عادل بليز، خلينا في المشكلات بتاعه نجلاء، وبلاش بقى حب الذات بتاعك ده. حب الذات؟ نجلاء زيها زي اي بنت، نفسها تحب وتتحب، نفسها تتعكس كده وتشتم، حد يعجب بيها فتكرفه، حد يضيف ايميلها فتدلته، او حتى تعمل له بلوك، حد يديها ميست كول كده فتكنسله. قدام بجد. ولا يا رمزي، نعم، الصوره دي ما تحطهاش هنا تاني، هتفقر لي الخزنه يا ابني، ما فيش ولا مليم دخل من يوم ما حطيتها. كل سنه وانتم طيبين. لا انا عيد ميلادي في جماد اول، يعني لسه بدري عليه قوي ياما. هابي فالنتاين، النهارده عيدنا كلنا. الفالنتاين؟ لا حضرتك بصي، الكافيه على اول الشارع، بس خلي بالكو البوكس طب امبارح على الكافيه لم 19 دبدوب و2 ملي بارفان، ولم كمان سلسله فيها شكل قلب، خلي بالكو. ها لا لا، احنا حبنا طاهر شريف خالي من اي مصلحه، هي بس بترمي عليها الهلبه عشان تقفش لها دبدوب كده تحطه في الصالون في بيتهم وتتمنظر بيه قدام اهلها. او عوره بكارت شحن ب50. تعوره بكارت شحن. بقول لك ايه، روح شوفهم عايزين ايه. عينيا دوله عينيا، ها امره. حلو قوي ده. ده ب275. لا لا احنا ما يهمناش الفلوس، انا ما بفصلش. سمير ما يهموش الفلوس، سمير لارج. لا مدام لارج، روح خد منه بقى فلوس اكس لارج. يا عينيا دوله. ايه اتفضل يا سيدي. دي اجدد هديه في الفالنتاين يا حبيبتي، ايه رايك؟ يا ابني انا بتاعت الجديد. مع الف سلامه. مع الف سلامه. مع الف سلامه. يا دوله، الحب حلو قوي قوي يا دوله. الحب، انت هتقول لي على الحب، بس اهم حاجه يكونوا اتنين مخطوبين، اهاليهم يعرفوا، مش مثلا يخرجوا من ورا اهاليهم. ايه يا عم، طب ما انت كنت بتخرج مع رانيا من قبل ما تتجوزها يا عم انت. بس يا حيوان انت بتسيح لي. ايوه دوله، ويوم ما انتصت في نظرها وقالت لك انا بحبك يا عادل، جيت هنا وزودت لي المرتب. انتصت في نظرها؟
زودت لك المرتب. طب ايه رايك بقى ان انا هطلقها عشان ارفضك مخصوص؟ هات الفلوس ياد بتاع الشمعدان ياد. ايه بتاع الشمعدان ياد ما استقبلش، اطلع بالفلوس. ماشي يا دول. هات 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 هات. ايه يعني مش واخد بال انا؟ رمزي؟ ايه دول. انت طالق. انا بقى جيت لي فكره جهنمانيه، ايه رايكم ان احنا نعرفها على واحد؟ مش مهم انه يكون جهزنان من اي حاجه، المهم انه يكون عنده شقه عشان يسكنوا مع بعض، وبعدين بقى يقعدوا مع بعض سنتين ثلاثه اربعه وبعد كده يتجوزوا. انت هتدليلي على البنت؟ ايه اللي يقعدوا مع بعض سنتين ثلاثه اربعه كده وبعدين بعد كده ترجع لك تشيل عيل على كتفها؟ بص يا جماعه، انا ما عنديش مانع خالص اي واحده تخرج من البيت وترجع تاني، ما فيش مشكله، بس لما ترجع تاني بقى ما يبقاش على كتفها عيل، انا مش ناقص مصاريف. لو حبوا بعض بشكل حقيقي وحب صادق فعلا مش هتتكرر مأساتك يا سناء ومش هتتطلقوا، ما تتضايقيش يعني. ما تقلقيش. مأسات ايه يا مماسات انت؟ انا ما عنديش مأساة، انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر يا لسان، بس انا اللي ماليش نفس. شات اب. لوك 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 لوك، ايه رأيك بقى يا رانيا على الواد رامي ابن طنط ألفت؟ رامي ايه؟ رامي ايه يا حماتي؟ ولوك لوك 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 ايه يا رامي ايه؟ رامي ده اصغر منها، ما ينفعش. يا سلام، ما هو اطول منها بقى. هو عشان اطول منها يعني هنضحك على الناس؟ ما ينفعش يا حماتي. انتوا بتقولوا ايه وبتتكلموا عن مين؟ لا ابدا ولا حاجه، ده احنا بنتكلم على قانون الضرائب الجديد، بيقولوا هياخدوا الضرائب على الناس اللي بيتجوزوا. انا ما حدش يجيب لي سيره الجواز، سامعين ولا لا؟ البنت دي يا اخوانا احنا لازم نلحقها كده، ممكن تموت اي حد فينا. البنت لازم تقعد في بيتها معززة مكرمة لحد ما يجي عدلها، والراجل اللي يجي لها يدفع فيها دم قلبه. صح، زي المثالات اللي بيقول اخطب لبنوتك وما تخطبش لابنك. ايوه بس برضو المثل ده مش مظبوط، ما انت لو خطبت لبنتك فين ابنك اللي هيجي يخطبها؟ انا متهيألي نجمع ما بين المثلين، اخطبي لبنتك ولابنك عشان يتجوزوا بعض. الزواج هو سنة الحياة. الله على الاضافة، ايه اللي انت ضفتيه يعني؟ يعني يجب ان نتأنى في القرار. تأني ايه يا متأني انت؟ دي بنت مايصة وميعة، وبعدين بقاش تفتحوا عينيه على قلة الأدب دي. الله الله الله، ايه الحلاوه دي؟ المراه الحديديه. قال يعني انت يا سناء دماغك مش في الحاجات دي. بص يا اخوانا، زي كل مره وقت ما بيحصل مشكله سيبولي انا بقى الحكايه دي، انا اللي هحلها. بص يا منى، انا استحاله طبعا هوافق على حكايه ان يبقى في بوي فريند لنجلاء ويكلمها الساعه 2 بالليل دي. خلاص اوكي، انا بقى هظبط لك بوي فريند نشيط يكلمها الصبح. يا ستي نشيطنا انت هتدوري في الموبايل. اصبري اصبري بس، انت ما وصلتكيش لسه، احنا ناس شرقيين يعني مش خواجات نوافق على حاجه زي كده. يعني انا برضو مش عايز اضر نجلاء، يعني لان هي مش اختي، لكن انا بعتبرها زي اختي وبعتبر ان انا مسؤول عنها، فما فيش اي حاجه تقدر تضرها. وتضرها ليه؟ هو الحب عيب؟ لا طبعا الحب مش عيب، بس هتحب مين وازاي وليه وامتى؟ يعني هتسيب نجلاء كده؟ ده كل الشله تقريبا انتمت ما عدا هي. انت ليه محسساني ان باب الانتمه قفل؟ يعني انا همسك العصايه من النص، واخده بالك؟ في نفس الوقت اللي انا احاول اعد معاها المرحله بتاعه المراهقه بتاعتها دي، اساعدها بحيث ما اضايقهاش واخليها ما تعملش حاجه غلط يعني. بس اهم حاجه بقى بجد يا منى ان انت تقفي جنبي وتساعديني. اوكي حاضر. وبعدين مش كل شويه تقعدي تقولي عليا قديم، يعني مثلا ايه رايك في الفالينه اللي انا لابسها دي؟ فالينه؟ عزيزتي نجلاء. لا بلاش حكايه عزيزتي دي، احنا نخش عملي على طول. حبيبتي نجلاء. عادل من فضلك احترم مشاعرك يا زوجه. حبيبتي دي محسنات لغه زي محسنات الطعم كده اهو، يعني مثلا اما بتلاقي مرقه الدجاج هل جواها فراخ فعلا؟ لا طبعا. ولا المرقه اللي هي بتاعت شوربه الخضار هل جواها سله خضار؟ لا طبعا، دي كده وكده يعني. اوكي اوكي كمل. حبيبتي نجلاء، اهلا بك ومرحبا في قلب الواسع الفسيح. واقفه ليه؟ اتفضلي اقعدي. قعدتي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام، استربعي وقعدي جوه قلبي يا فرحتي يا هنايا. الله عادل حبيبي، هو انا ليه ما بسمعش الكلام الجميل ده؟ عاجبك بجد؟ يجنن. لا حبيبتي ده انا ههريكي كلام جميل من ده، وريني كاتبه ايه. عزيز ايه دي حبيبتي نجلاء؟ ايه نجلاء؟ نجلاء يا ماما، همزه على صيام عربيه. بصي لا انا مش عايز اخطاء املائيه لو سمحتي، اكتبي وركزي معايا. ماشي. حبيبتي نجلاء، لقد اعجبت بك جدا عندما رايتك
نازلة من عربة السيدات في المترو الأنفاق أدركت ساعتها إنك أنتي لا تحب الاختلاط. هو نجلاء ما بتركبش الحياة مترو الأنفاق لأن أصلا إحنا ما عندناش محطة مترو أنفاق. نجلاء عندها اشتراك في الأوتوبيس. يا سلام يا رانيا، بتبقي غريبة لما بتضايقيها كده. يا ماما عادي، أنتي صلحيها، خليها الأوتوبيس بدل مترو الأنفاق. المهم المعنى يا ماما، المهم المعنى. أوكي. كملي كملي. حبيبتي لقد لمحتك وأنت في السكشن وقاعدة في المحاضرة متضايقة جدا، متضايقة جدا. أدركت وقتها إن المادة صعبة جدا والدكتور غتيد جدا. بس على فكرة حبيبي، أنت كده بتصطدم بمنظومة التعليم ومؤسسات التعليم الدولية. يا حبيبتي أنا ما أقصدش، يا حبيبتي أنا وجهة نظري دي عبارة عن وجهة نظر طالب يساري زي محي إسماعيل في فيلم خلي بالك من زوزو. ومحمد صبحي فكرنك اللي هو كان حمادة. ايوه بالظبط، بس مش عارف، حاسس ان محمد صبحي فكرنك ضحكني اكتر من محمد صبحي في سنبل. بس كده محمد صبحي يزعل منك. العكس، ده حبيبي. المهم كملي كملي. حبيبتي استغربت جدا عندما رأيتك اكثر من مرة تضربي كبدة من كافيتيريا الجامعة، وجال بخاطري سؤال، هل أنت إسكندرانية بما أنك بتحب الكبدة أم أنك قاهرية ولكن تحب كبدة الإسكندراني؟ امضي في الآخر بقى معجب والهان عين لام ميم، وبعدين كمان قولي شكرا لساع البريد، وإذا لم يصل يرد بعد 24 ساعة. تفتكر كده قلبها هيدق؟ هلو. بقولك ايه؟ ايه؟ الجواب اهو، انت عارفه تعملي ايه بقى بالظبط. اوكي ماشي. اهم حاجه هتلاقي الخط وحش وزباله، بس مش اشكال، مش اشكال. عدل لو سمحت، استرولي املائيه ما تخرجهاش بره، فاهم ولا مش فاهم؟ بفهمها بس لان الجواب ده في وشي برضه. وهي مالها اساسا؟ هي مش هتقولها مين اللي كتب الجواب ده؟ الحبيب المجهول عادي يعني، خط وزباله، ايه المشكله؟ الحبيب المجهول يا وهتقول انا؟ يلا انت فاهمه، اتكل على الله. ها، اخبار مزتنا ايه؟ مزه يا شيخ، قولي كلام اصدقه بقى. يا شيخ بقى بلاش اللون الغامق ده وفكيها، ده النهارده الدنيا بامبي، وعندي ليكي خبر بمليون دولار. ايه؟ جواب من معجب متيم. لمين؟ هيكون لمين؟ طبعا ليكي. بتتكلمي بجد؟ يعني اخيرا لفت نظر حد وبقى معجب بيا وبيبعت لي جوابات؟ وريني 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 بقى، هتبقى شخمه. عرفته، ده اكيد واحد من فريق المسرح، هما اللي بيحبوا الكلام والحركات والحاجات دي. يعني اسمه ايه؟ لا ما اقدرش اقولك اسمه، ده محلفني يا شيخة. يعني عاوز ايه يعني؟ امشي معايا والحاجات دي؟ لا يا حبيبتي، انا ماليش في المشي والحاجات بتاعتكو دي. وماله يعني، ما كلنا بنمشي. يا حبيبة قلبي، انا لو مشيت همشي رياضة، مش همشي عشان احبه. يعني ايه؟ خلاص هبلغه بقى ان انت رافضة تقابليه. لا لا لا، ايه من حبيبتي، انا ما قلتش كده. هو يعني لو بيحبني بجد خلاص بقى اشوف. خلاص بصي، انا هخليه يكلمك النهارده، بس هيكلمك على المتاخرات كده 4-5، اوكي؟ يكون البيت كله نام. لا طبعا، عندك حق، الشات امن. بصي قضيها بقى معاه كده، كاميرا بقى ومايكو كده. ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ ما كنت عرفت اي حد من المتلقحين ليل ونهار على الفيسبوك. يا منى يا حبيبتي، انا عايزه لما ارتبط احب بجد. انتي كده بتصعبيها عليا وعليه، الارتباط بقى والجواز والحاجات دي يبقى قدام شويه مش دلوقتي. بس لازم عندي في البيت يكونوا عارفين كل حاجه. انتي كده هتلبسينا في الحيط بقى، بيت ايه يا بنتي وبتاع ايه؟ مش احسن ما انا اللي البس في الحيط؟ بيتي واهلي هما اللي هيعرفوا يحموني. بصي بقى، هو هيكلمك النهارده وانتوا تصرفوا مع بعض، انا ماليش دعوه. سلام. سلام يا عقد. عادل، انا كنت عاوزك في موضوع كده يعني. عايزه بطاريات للام بي 3 ولا ايه؟ مش بطاريات. عايزه ترغي يعني؟ اتفضلي. انا في واحد معجب بيا. معجب بيك ازاي يعني؟ هو بعت لي جواب. واسلوبه عجبك؟ هو تافه شويتين بس يلا بقى.
اسلوبه تافه. لا يا ماما، ده ممكن يكون مثلا ايه يعني اسلوبه عالي وكل حاجه، بس عشان ينزل لمستواكي فكتب بالطريقه الركيكه دي يعني. وانت مالك بتدافع عنه كده ليه؟ لا انا هدافع عنه هو مين ده اساسا؟ وازاي حد يبعت لي جواب؟ الحق يا رانيا. ايه هو ازاي اساسا يبعت جواب؟ كان حقته يبعت ايميل احسن. ايه يا رانيا، انت بتديها الطريقه اللي هتخدعنا بيها بعد كده؟ عموما انا قلت لمنة تقول له انه ما ينفعش يقابلني غير لما يجي يقابلك انت الاول. برافو عليك. عموما بقى اديني قلت لكم وخلاص، وعشان تبقوا عارفين انا احتمال اتاخر النهارده عشان عندي محاضره مهمه جدا بالليل، وعشان كمان انقل بقيه محاضراتي. باي باي. انت كده بقى من وجهه نظرك حليت المشكله؟ طبعا حليت المشكله. اول حاجه البنت طلعت متربيه وهايله وما خبتش علينا ان في واحد معجب بيها. ده في حد ذاته طبعا انجاز كبير قوي. تاني حاجه بقى يا ماما، شفتيها وهي سعيده ومنتعشه لمجرد بس ما جالها جواب حد قال لها ان هو معجب بيها. ده اللي انا كنت عايز اوصل له. طيب افرض بقى يا سيدي جالها انتكاسه وحصل لها حاله اكتئاب من اول وجديد. حتى لو ده حصل، عندك تحت السرير كل الدواوين بتاعتي، اي ادوان طلعي منه قصيده انقشيها في اي جواب وبعتيها وخلصنا يا ماما. عندك مشاكل تاني؟